نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدار يومين في قرية منشية ناصر التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 14 عيادة تخصصية، هذا إضافة إلى تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وتوافر الصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وعقد ندوات تثقيفية. اليوم الاول من قافله قريه منشيه ناصر، ومنشيه ناصر دي من القرى اللي بتتبع مركز كفر سعد، ومركز كفر سعد هو المركز المستهدف في مبادره حياه كريمه في المرحله الاولى منها. القريه هنا بنستهدفها بالقوافل العلاجيه لانها بعيده عن المستشفيات المركزيه اكثر من 15 كيلو، بالتالي من المناطق البعيده والمحرومه من الخدمات الصحيه، وبرده من المناطق النائيه لانها تعتبر قريه حدوديه، فبالتالي بنستهدفها بالقوافل. كشفت عظام ودن وكشفت وحولنا الاشعه والحمد لله ادانا علاج. المعامله الدكاتره كان ما شاء الله كويسين جدا، كشفت بطنه دون علاج بالمجاني، و يعني بتمنى من المسؤولين ان القوافل دي تتكرر تاني.